استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية فخامة الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة. وتبادل جلالة الملك المعظم مع ضيف البلاد الكريم الأحاديث الودية حول ما يربط مملكة البحرين وتركمانستان من علاقات تاريخية وطيدة وما يشهده التعاون الثنائي من تطور ونماء في جميع المجالات تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين الشعبين الصديقين. وأشاد جلالته بزيارة فخامة رئيس تركمانستان لمملكة البحرين متطلعا أن تشكل انطلاقة مهمة نحو تعزيز العلاقة والشراكة الوثيقة بين البلدين. وقد أشاد فخامة رئيس تركمانستان لما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم في المجالات كافة. هذا وقد شاهد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله وفخامة رئيس تركمانستان عرضا للخيل العربية الأصيلة ومجموعة من الخيول التركمانستانية والأندلسية والتي تتميز بعراقتها وجودتها. Thank you.